ولنقاش ملف عودة زخم التظاهرات في العراق في ظل دعوة إلى مليونية 25 من شهر الجاري، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد عضو لجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين علي عزيز. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. انطلاقا من الدعوة لتحشيد لتظاهرة المليونية في 25 من الشهر الجاري في بغداد، ما الرسالة المراد إرسالها من التحشيد بهذه التظاهرة الواسعة في العاصمة؟ الرسالة الأولى هي إعادة زخم الثورة من جديد بعدما أن حاولت الحكومة خاسئة بالتحالف مع الميليشيات قمع هذه الثورة، ومثل ما شفنا حاولوا قمعها أساسا في ساحة التحرير في بغداد. أولا إيصال الرسالة أنه الثورة هي لا تزال الثورة نفسها، ثورة تشرين مثل ما اعتاد عليها الشعب العراقي اللي عقد كل آماله على ثورة تشرين. من ناحية أخرى هذه الثورة والتحشيد الجماهيري ليوم 25 طبعا الحمد لله والشكر دعا لهذا التحشيد تقريبا أقدر أقول لكم أكثر من 95% من الناشطين ومن قيادات ثورة تشرين سواء في بغداد أو عموم المحافظات فرات الأوسط والجنوب. هذا اللي راح يصير يوم 25 برغم الزخم الهائل اللي راح تنصدم به الحكومة وميليشياتها سوف يكون ما هو إلا بروفا ليوم الثورة الكبرى، يوم الحسم ويوم الخلاص، حينما سنقتحم أسوار المنطقة الخضراء ونقتحم معقل الحكومة الجائرة في المنطقة الخضراء اللي احنا نسميها حكومة المنفى اللي قابعة بالمنطقة الخضراء وكر الأفاعي. ما الدوافع الأساسية لخروج هذه المليونية التي ستنطلق بعد أيام قليلة؟ احنا ما عندنا دوافع مستجدة، هي الدوافع اللي خرجت من أجلها ثورة تشرين لا تزال هي كلها موجودة، لا تزال نفس العملية السياسية اللي أفرزت هذه الحكومات المتوالية وآخرها هي حكومة مصطفى الكاظمي وحكومته حاولوا يغشون الشعب العراقي وحاولوا يغشون الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي إنهم حكومة مندثقة من ثورة تشرين زورا وبهتانا. طبعا هذا الشيء، ومع الأسف بعض المستشارين اللي اليوم هم حوالين مصطفى الكاظمي من مدعي انهم هم كانوا ضمن متظاهري تشرين، لكن تبين فيما بعد ان وجودهم بالمظاهرات ما هو كان الا ترويج اعلامي ودعايه انتخابيه مبكره لهم. احنا لا نزال على نفس الشيء، احنا خرجنا من اجل ان نريد وطن، خرجنا ضد العمليه السياسيه الجائره اللي اتى بها الغازي المستعمر الامريكي سنه 2003 ولحد الان لا تزال نفس الوجوه، ولا يزالون يضحكون على الشعب، لا يزالون يقتلوننا. نحن لا نقول يتفرجون علينا ونحن نقتل، هم مشاركون ومساهمون بقتل الشباب الثائر. الحكومة والأجهزة الأمنية سواء ابتداء من المخابرات إلى الاستخبارات إلى الأمن الوطني إلى الشرطة الاتحادية إلى قيادة عمليات بغداد إلى قيادات عمليات المحافظات جميعهم متواطئون. أما إذا إحنا نجي نقول الميليشيات المنفلتة هي التي تقتل، نعم، لكن نحب أن ننوه ونوضح الميليشيات التي تقتلنا غير منفلتة أبدا، منضبطة انضباط عالي جدا وملتزمة بتعليمات وتوجيهات قادتها سواء المعممين أو العسكريين الآخرين، لكن هذه الميليشيات المنضبطة هي تصول وتجول بدولة منفلتة ومع الأسف على رأس السلطة التنفيذية اليوم إنسان منفلت ومهزوز ومتواطئ وعميل أمريكي بامتياز. كان هنالك الكثير من الوعود حول تلبية مطالب حراك تشرين، وسواء الاجتماعية منها أو حتى إظهار نتائج والمجرم الحقيقي الذي قام باغتيال المتظاهرين والناشطين المدنيين. ما مدى جدية وعود شركاء العملية السياسية؟ لا، ليس لدينا مطالب، ثورة تشرين ليس لديها مطالب، ثورة تشرين خرجت لإسقاط العملية السياسية، احنا ما عندنا مظاهرات مطلبية، نحن لم نخرج من أجل التعيين، لم نخرج من أجل الخدمات، لم نخرج من أجل تبديل محافظ أو قائم مقام أو مدير ناحية، لا، احنا ما عندنا مطالب، مطلبنا الوحيد هي خروج هذه الطبقة الفاسدة برمتها، أبدا هذه الأمور حاول أن يروج إلها العميل الأمريكي مصطفى الكاظمي. وعلى رأس فريق المستشارين وأجهزتهم وأبواقهم الإعلامية، احنا ما عندنا مطالب بحد ذاتها، أما لو نأتي إلى قتلة المتظاهرين، هل هو هذا مطلب؟ هذا مطلب يجير للمتظاهرين؟ قتلت المتظاهرين؟
أي إنسان بموقع المسؤولية بالحكومة عنده ذرة شرف وغيرة وأخلاق يجب أن اليوم يعني يخرج ويبين للشعب العراقي من هم القتلة. لو كان فعلا لديه شرف على العراق وشرف وغيرة وطنية، هذا ليس مطلب، هذا واجب، واجب رئيسي وأساسي على كل إنسان هو بالسلطة التنفيذية. دور القضاء مغيب، السلطة التنفيذية يا أما تقودها أمريكا يا أما تقودها إيران، وبالتالي الشعب العراقي يدفع الثمن. احنا طلعنا 1000 شهيد، احنا لما قدمنا الشهيد الأول احنا ما كنا ننتظر أنه يوصل العدد للألف من أجل أن نطالب بمن قتلت الألف شهيد. كلا، نحن خرجنا، نحن جميعنا مشاريع استشهاد، واحنا نتوقع الأعداد راح تزيد، واحنا متوقعين قمع غير مسبق كذلك يوم 25، ويوم 25 ما راح تكون هي ثورة يوم واحد وتنتهي وترجع المغرب أو بالليل، لا، الثورة راح تمد وراح يشوفون أساليب جديدة وطرق جديدة عندنا. في هذا السياق سيد علي، جرت العادة أن تنطلق التظاهرات في يوم محدد في مختلف المحافظات بشعار موحد، ما رمزية تحرك تظاهرات هذه المرة وتوحيدها جميعاً في بغداد؟ لأنه رأس الأفعى هي بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، بغداد هي العاصمة. يعني احنا اليوم لما وصلنا الى ساحه التحرير قبل 25 تشرين الاول 2019 الى ان تم قمع المظاهرات في ليله 27 على 28 تشرين الاول 2020 طبعا، واللي قمعها هو التحالف الحكومي الميليشياوي، الحكومي اللي مثله مصطفى الكاظمي كان هو يدير قياده العمليات في يومها، والميليشياوي كانت تمثله عصابات مقتدى الصدر. كيف تحالفوا وهجموا على ساحه التحرير؟ طبعا بالاضافه الى انه سهل عملهم المندسين من ابناء التيار الصدري اللي احنا سميناهم حصان طرواده. فلذلك بغداد بالتحديد، بغداد هي مركز العاصمه، مركز القرار، وكر الافاعي هي المنطقه الخضراء. فاذا احنا بالتالي يجب ان نركز جهدنا في بغداد، في قلب العاصمه، ساحه التحرير. شكرا جزيلا لكم، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين علي عزيز، حدثتنا عبر سكايب من بغداد.